السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل المشاهدين قناة توينز فور تك. المرة اللي فاتت عملنا لكم فيديو يخص مفاتيح تويا الذكية، وكنا قلنا لكم إن إحنا اشترينا أكتر من منتج بالنسبة لمنتجات تويا، فإحنا النهاردة إن شاء الله حابين أوريكم تاني منتج. المنتج ده مهم جدا بالنسبة لكل بيت وأي مكان إحنا عاوزين نأمنه على الدور. طبعا ده ما يقلش أهمية عن كاميرات المراقبة، بل بالعكس هو ده أهم من كاميرات المراقبة، حتى إن إحنا نقدر نأمن بيه هو نفسه كاميرات المراقبة عن بعد، ونقدر نعرف اي حد قدر يلعب مثلا في البوكس الخاص بكاميرات المراقبه، او ان احنا نامن اطفالنا من خلال ان احنا نعرف اي وقت هم فتحوا فيه باب الشقه وان هم خرجوا بره، وحاجات كتير نقدر نعملها بالحساس دوت، لدرجه ان احنا نقدر نشغل بيه انوار عن بعد، او ان احنا نقدر نشغله كجهاز انذار، نقدر نخليه يضرب صعيد انذار، نقدر نخليه يعمل حاجات كتير. كل ده في القطعه دي. القطعه دي احنا اشتريناها من موقع اليكس بريس من الصين، دي عاملة حوالي 30 ريال سعودي، يعني في حدود 150 جنيه مصري، بتقدر توصل عن طريق الواي فاي، بيبقى جواها بطارية. احنا طبعا هنعمل انبوكسنج للقطعة، البطارية بتاعتها بتكفيها حوالي سنة، يعني بتقدر تغيرها في حدود سنة. الامكانيات اللي مكتوبة على الكرتونة ان هي فيها اب كنترول، التحكم من خلال الابليكيشن، ولو فولتج باور ان هي بتاخدش برضو طاقة كتير من خلال البطارية الموجودة فيها، والترا لونج ستاند باي ان هي بتقعد في وضع الستاند باي فتره طويله، وايزي انستليشن ان هي سهله الاستخدام. فاحنا ان شاء الله هنعمل انبوكسنج ونوريكم الحاجات اللي جوه الكرتونه، وبرده ان احنا نقدر نوصلها ونعمل عليها شويه شغل زي ما هنشوف في الفيديو. احنا الفيديو اللي فات ما خدش المشاهدات كتير، مع ان القطعه مهمه جدا، القطعه تقدر تشغل بيها نورك عن بعد، او انك تشغل اوضه الاطفال بتشغلهم مثلا لو هم هيناموا قبلها بنص ساعه، واوتوماتيك بتدي تايمر بتطفى النور بعد نص ساعه. تقدر تتحكم حتى ان لو في طفل بتشوفه عن طريق كاميرات اسفاز عن بعد، تقدر انك تشغله النور لو هو في حاله ان هو ساهم من النوم، تقدر تشغل عن بعد برضه. ويلا عشان ما نطولش عليكم، بس يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو واشتركوا للقناه عشان تشوفوا كل جديد. يلا نعمل انبوكسنج. اهلا بيكم مره ثانيه. ده شكل الحساس اللي موجود معانا النهارده، حساس الباب دور سنسور. ده شكل الكرتونه، بيبقى حجمها صغير زي ما حضراتكم شايفين، ده حجم الكرتونه. بعد كده نفتح البوكس، بنلاقي موجود زي ما حضراتكم شايفين ده شكل القطعتين الموجودين مع السنسور. دي القطعة الرئيسية اللي بيبقى بترسل واي فاي، ومن خلالها بنقدر نشغل القطعة، ودي القطعة المغناطيسية الصغيرة اللي بتركب على الباب. وبرضو عندنا هنا قطعة دبل فيس عشان تتلزق السنسور على الباب. نبدأ دلوقتي نطلع القطعة. زي ما حضراتكم شايفين القطعة دي ما فيهاش أي حاجة ولا حجارة ولا حاجة، دي بس مجرد قطعة مغناطيسية. دي القطعة الرئيسية، بيبقى ده الظهر الموجود معانا. عندنا زرار الاون والاوف، وعندنا الزر دوت ده اسمه تمبر الارم، ده بحيث ان لو حد حاول يلعب في الحساس او يشيله من مكانه يبدا ان هو يدينا الارم مع البرنامج. وده زرار الريست زي ما حضراتكم شايفين، لو احنا حابين نعمل ريست في اي وقت من الضغطه مطوله عليه. دلوقتي عشان نفتح السنسور فاحنا محتاجين اي حاجه ان احنا نفتح القطع من هنا ومن هنا عشان خاطر ان احنا نطلع الظهر اللي هو الغطا دوت عشان نبدا نركب الحجاره. نجيب اي مفك صغير، بعد كده نضغط لبره زي ما حضراتكم شايفين القطعة بتفتح معانا، وهكذا من الناحية التانية. كده احنا فتحنا الظهر. ده شكل أماكن تثبيت الحجارة. أهم حاجة ناخد بالنا ما نجرحش الزرار دوت أو الأون والأوف الخاص بالقطعة. نبدأ نركب أي حجارة موجودة عندنا، ويا ريت نجيب حجر نوعه كويس بحيث إن هو ياخد فترة طويلة معانا بدون التغيير. هنبدأ إن احنا نركب الحجر. تمام، بعد كده نبدا نركب الكفر بتاعنا. دلوقتي هنيجي ان احنا نثبت الحساس على الباب. احنا اكتفينا بان احنا ركبنا قطعتين دبل فيس على الحساس بحيث ان احنا نقدر ننقله في اي مكان تاني. زي ما حضراتكم شايفين بعد ما ركبنا كده هنبدا نشغل زرار الباور الخاص بالوحده. تمام، وبعد كده نضغط ضغطه مطوله على زرار الريست لحد ما بنيها بتقيد معانا فليكر سريع عشان تدخل في وضع البيرنج مود. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده دخلت معانا في وضع البيرنج مود. هنبدا دلوقتي نثبت القطعة الصغيرة. زي ما حضراتكم شايفين كده ثبتناها، وبرده القطعة الكبيرة جنبها. واحدة فيهم تكون راكبة على الحلق الخاص بالباب، والتانية تكون راكبة على الباب نفسه. هنبدا بعد كده نفتح ابلكيشن تويا. زي ما حضراتكم شايفين ده المكتب، ده الزرار التلاتة تشان اللي كنا ضايفينه مع بعض الفيديو اللي فات. هنبدا نضغط على علامة الزائد، بعد كده إضافة الجهاز. بعد كده بيسألنا عن الشاشات، هنضغط الغاء، نختار الامن والحساس. ده انواع الحساسات الموجوده عندنا، فهننزل تحت اللي هي حساس الباب واي فاي، نضغط عليه ضغطه.
بيبدأ يسألني على شبكة الواي فاي، فهكتب بيانات شبكة الواي فاي اللي هو هيربط عليها الحساس. بعد كده نضغط التالي، بيقول لي تأكد من المؤشر يومي بشكل سريع، فهضغط على تأكد. بيسألني ان هو وميض سريع ولا وميض بطيء، زي ما حضراتكم شايفين الوميض سريع في الحساس، فهضغط وميض سريع. هبدأ انتظر لحظات، هيبدأ يضيف شبكة الواي فاي على الحساس ويتم برمجته معانا على البرنامج. زي ما حضراتكم شايفين تم توصيل الحساس. بيقول لها ان التمبر الارم اللي هو الزرار اللي انا وريته لحضراتكم في ظهر السنسور، فاحنا هنضغط الغاء عادي. دلوقتي قال ان في كونتاكت سنسور، في حساس باب موجود، فانا هضغط على علامه الزائد عشان ابدا اضيفه. زي ما حضراتكم شايفين ضاف معانا، فانا ممكن اعمل تعديل لاسم الحساس، ابدا اكتبه مثلا باب المكتب. بعد كده اضغط تم. تم مره ثانيه. ده حالة الحساس دلوقتي ايقاف تشغيل، معناها ان هو مقفول لان الباب مقفول. برضو زي ما حضراتكم هتشوفوا لو فتحنا الباب دلوقتي، جالنا اشعار بان الباب تم فتحه ومكتوب ان حساس الباب تشغيل. تمام، نبدأ نقفل مرة تانية. زي ما حضراتكم شايفين حالة الباب تم تحديثها ودلوقتي ايقاف تشغيل. هنبدأ ان احنا نعرفكم بعض الحاجات، الميزات اللي احنا نقدر نستخدمها مع حساس الباب. طبعا الميزة بموضوع الفتح والقفل دوت عشان خاطر ان احنا نحمي اطفالنا ونحطه على باب البيت، او ان احنا في اي مكان بعيد وسايبين بيتنا، فلو حد فتح الباب نبدأ ان احنا يجي لنا اشعار على التليفون. ونقدر برضو نركبه لكاميرات المراقبة على البوكس الخاص بالدي في ار، ان احنا في حالة اي حد يفتح البوكس الخاص بالدي في ار يبدأ يدينا اشعار برضو على التليفون. خليكم معانا عشان هوريكم حاجة جديدة. نعمل رجوع، نيجي دلوقتي لو عايزين نعمل مشهد للحساس، فهنضغط على كلمة باب المكتب. احنا في صفة اعدادات الحساس دلوقتي، هنبدأ ننزل تحت نضغط على كلمة سمارت. بيقول ان مفيش هنا اي مشاهد، فهنبدأ نضغط على علامة الزائد. دلوقتي اذا باب الحساس تشغيل، يعني ان هو تم فتح الباب، اذا فاديله اضافة مهمة، اقول له تشغيل جهاز، واختار المكتب، واختار مثلا لمبة رقم 2 ان هي تعمل اون حفظ، ونضغط التالي. تمام، ونبدأ نعمل حفظ. قال لي تم انشاء اتمتة تريد بيد استخدامها، فبقول له نعم. تمام كده بدأ يشتغل. نبدأ نعمل مشهد اخر، ان احنا لو باب الحساس في حالة ايقاف تشغيل، يعني قفلنا الباب، اذا تشغيل جهاز، يبدأ يطفلنا لمبة رقم 2، فأضغط على لايت 2 اديها امر الاوف ان هي تعمل اطفاء. بعد كده نضغط حفظ. بعد كده التالي، نعمل حفظ مرة تانية. قال لي برضه تم انشاء اتمتة اتريد بيد استخدامها، فاضغط نعم. كده احنا معانا اهوت زي ما حضراتكم شايفين. احنا نركز على المفتاح اللي عندنا في الفيديو، زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي اول ما هنفتح الباب هتبدأ لمبة رقم 2 اللي هي في النص تشتغل، واول ما نقفل الباب هتبدا اللمبه تطفى. وهتاخدوا بالكم برضو من الاضاءه في النور. زي ما حضراتكم شايفين كده جالنا اشعار وتم تشغيل الاضاءه اوتوماتيك. تمام، هنبدا نقفل. زي ما حضراتكم شايفين كده برضو قفلت معانا اللمبه رقم 2 اوتوماتيك. احنا طبعا نقدر نستخدم الخاصية دي لتشغيل الاضاءة من خلال فتح الباب، وفي نفس الوقت هو شغال معانا انذار. الحاجة التانية ان احنا نقدر نخلي الخارج بدل ما يكون على لمبة يكون على هورن، على سرين انذار كبيرة توصل 220 فولت، نقدر نوصلها على المفتاح مباشر. ففي الحالة دي لو حد تم فتح الباب فهيبدأ ان هو يشغل سرينة الانذار خلال المفتاح تويا الذكي. نعمل رجوع مرة تانية. وبكده يبقى احنا عرفنا ازاي ان احنا نستخدم حساس الباب او حساس الشباك، ان احنا نفعله كانذار او ان احنا نخليه يشغل النور. طبعا في اتمته كتير تقدر تعملها على نفس الابلكيشن، بس احنا اكتفينا نعرف حضراتكم ازاي نشغلوا الاضاءه وازاي نعمله كانذار. وانتوا لو احتجتوا اي حاجه سيبوها لنا في التعليقات او اطلبوها مننا على الواتس، واحنا ان شاء الله هرد عليكم ونساعدكم في اي حاجه بالنسبه للمنازل الذكيه وربط الوحدات تويا ووحدات سونوف وكاميرات المراقبه. ويا رب يعجبكم الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تضغطوا لايك واشتركوا بالقناة عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.